لوكازيون وين الفريق عدل لنا في الثواني الاخيره. هذه انا نشكر كاع اللاعبين. اليوم كانت سخانه شويه وين بريمي ماتش تاع المجموعه يا ربي. عندنا كان جور وين بدينا التحضيرات مع المدرب مع البريزيدون جديد. حنا انا باسمي وباسم اللاعبين جينا لفاق سور غزلان ان شاء الله نشرفوهم ونديروا الماكسيموم باش نكونوا على هوتور ونعاونوا الفريق هذا باذن الرحمن نديروا حاجه شابه ان شاء الله. النتيجه ايجابيه مالغري تجنى الهدف في الوقت القاتل. الله غالب تغييرات هما اللي خلونا باش يكثر علينا الضغط. مش تغييرات ما نقولوش ما نكذبوش، مش تغييرات تكتيكيه بالنسبه للمدرب. كانت تغييرات اضطراريه وين المدافعين كل المدافع الايمن والايسر تلقاو اصابه، لهذا نظرا لهذاك شويه توازن في الدفاع والتوازن في الدفاع والمنطقه الحساسه عند الحارس من ما كلفنا الهدف. صح معليش نقولوا نقطه خير ما كانش كما يقولوا بالعاميه، ونولوا الحيثيات للفريق تاعنا نقولوا الحقيقه. احنا في 10 ايام درنا فريق نظرا للمشاكل اللي كانوا عندنا، يعرف العام والخاص الجمهور تاعنا يعرف، المسؤولين تاعنا يعرفوا باللي قمنا بعمل كبير احنا كاداره ولا كمدربين. صح العمل المكمل ناقص بزاف. من هذا المنبر تاع الصحافه ولا كذا نوجهوا نداء لسلطات البلديه وسلطات اللي يعاونوا الفريق هذا. فريق الرحمن الرحيم. شوف فيما يخص مجريات اللقاء اليوم كما شفتوا في الشوط الاول وين سيطرنا على المقابله، خاصه في الشوط الاول وين ضيعنا عده فرص، تقريبا 5 فرص بدون فرصه للخصم. الشوط الثاني كذلك نوعا ما نقص الريتم نظرا للحراره تاع نظرا للمناخ للحراره، ونظرا ثاني لتكتل الفريق الخصم للوراء. اظن كما شفتوهم لعبوا تقريبا بخطه 5-4-1 واعتمدوا على الهجومات المعاكسه وعلى الكرات الثابته. نظن احنا اليوم الحظ ما كانش معنا، اليوم ما نستاهلوش، اليوم كنا نستاهلوا لي 3 بوان. نظن ضيعنا عده فرص كثيره، كنا قادرين نسجلوا هدفين ثلاث اهداف. ما كانت لازم تخصنا الفعاليه، لازم نخدموا عليها في المقابلات الجايه. نشكر اللاعبين قدموا مجهودات اليوم كبيره، كانوا حابين باش يفوزوا ويحققوا 3 نقاط في انطلاق البطوله، لكن مازال الشامبيونه طويله وهذه غير المقابله الاولى. لكن على حسب المردود تاع المقابله اليوم مردود اللاعبين نقول باللي ان شاء الله نتحسنوا في المقابله القادمه خاصه امام المراه وخاصه من ناحيه الفعاليه. واش راح نقولوا، هذه هي كره القدم. الحمد لله احنا الاول درنا مقابله مليحه كما شفتوا كامل. كان شوط اول كان لينا، وهذه هذا واش نقولوا، احنا اللي راتي راهو في الاخير قادر يتحمل قادر يحصل في بيت. نقولوا احنا الحمد لله على كل حال هذه بدايه، وكما تعرفوا تلعب مع فريق سور الغزلان اللي عنده كالكو جوار راهم لاعبين في الناسيونال 1، كالكو جوار اللي راهم لاعبين في الناسيونال 2، لاعبين ذو خبره. الله غالب. واش راح نقول في الاخير، احنا مازالت البطوله طويله. الهدف نتاعنا انه ماهوش راح نقول الصعود، الهدف نتاعنا انه نكونوا فريق تنافس ان شاء الله بمرور الوقت. لجوار او اللاعبين كامل راهم واعيين بالمسؤوليه، ان شاء الله في المقابلات الجايه ان شاء الله نعوضوا ان شاء الله التعادل تاع اليوم. الحين المقابله تاع اليوم مقابله اول مقابله في البطوله في قسم الثاني هنا في دوميسيل في الواد. كما شفتوا المقابله سيطرنا بالطول والعرض، البالون ما حبش تدخل، كوفران واحده استغلتها الفريق تاع سور الغزلان وان سجلت علينا هدف، وان زدنا رجعنا حبينا نزيدوا نحطوا رجلينا ونلعبوا، وقعدنا نفس العقليه ونفس الريتم الى غايه وان قاليزينا. الغالب هذه كره القدم فيها الربح وفيها خساره. طازج حله جديده وذوق اروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.